مرحبا، نكمل معاكم اليوم زينة رمضان. نحتاج ورق لامع، شمعة، قطرميز، مقص وصمغ، طبعا قلم رصاص ومسطرة. يلا نبدأ. طبعا راح نرسم في البداية، نرسم مربع بالشكل، ستة سنتي تقريبا، أخذ عرض 6 سنتي طول، أقصه. بعد ما قمت بقص المربع، أقوم بقص خط مستطيل. طبعا أنا راح أخذ تقريبا 10 سنتي، أقوم برسم خط بالشكل، آخذ 2 سنتي من العرض، أرسمه، هالشكل، أعمل خط محدد، هالشكل، أعمل هلال، أقوم بالقص. بعد ما انتهينا من القص، نقوم بوضع هنا المربع، نقوم بعمل قبة بالشكل، وأقوم بقصها، أقوم بعمل مربع صغير بالشكل، وخط مائي من هون، أقوم بقصها. بعد ما قمنا بالقص، أقوم بلصقها هالشكل، بعد ما انتهينا من لصقها، أقوم بتصميغ الجهة، أقوم بلصقها عكس، أنتظر، بعد ما قمنا بلصقها بالاتجاه المعاكس بشكل، أقوم بتشغيل الشمعة. هذا الشكل النهائي مثل ما احنا شايفين. شكرا لكم، باي.